عالم الأثار والفنان كما ذكرتي الهولندي كان يعمل في سوريا كطالب في عام 1985 وينقب بصفته طالب آثار في قسم الآثار. عاد إلى سوريا لأنه عاشقها ككل من يزورها طبعا، ويعرف حقيقتها وحقيقة حضارتها وحقيقة أهلها. يريد أن يوضح للعالم أجمع أن ما عانته سوريا كبير وخطير جدا، وأن هذا التراث العظيم هناك من يعنى به من أهله وعلى الصعيد الرسمي الحكومي في الآثار والمتاحف، وعلى الصعيد الأفراد أنفسهم الذين يعملون في أجزاء قد لا نراها، هي غير مرئية ولكنها مهمة جدا، لأن هذا بلدهم وهم ينتمون إليه وهم يخشون عليه من الفناء ولا يريدون له أن يفقد هذا الطابع التاريخي العظيم. الهدف الأساسي من المعرض هو إظهار أعمال الترميم المهمة التي حصلت في سوريا وتصوير التراث الثقافي السوري وبعض المواقع الأثرية التي تجري فيها أعمال التنقيب والترميم، كما أني أسعى لإقامة معرض آخر في حلب وفي عدد من الدول الأوروبية ولا سيما مدينة أمستردام الهولندية، بهدف إطلاع المجتمعات الغربية على الأعمال المهمة التي تقوم بها مديرية الآثار والمتاحف في سوريا والمؤسسات المعنية بترميم التراث الثقافي السوري خلال الفترات السابقة. تخصص في علم الآثار، وكان خلال فراغه يصور المناظر الطبيعية المحيطة، تصوير مواقع التراث الأثري السوري التي تعرضت للدمار بعرض هذه الصورة على سور المتحف كمعرض، وطبعا لديه الأساس الرقمي ليعود إلى أوروبا ويعرضها، أيضا يخطط لعرضها في الكثير من المساحات أو الصالات في أوروبا. ستبقى على سور المتحف من الممكن لثلاث أو لستة أشهر معروضة على الجمهور السوري.